لقيت قدامي في السرير قدامي بيبي صغير وقاعد وشه جميل وعينيه كده يعني فيها حوار وفيها ضحكة وفيها ابتسامة وفيها أمل فيها حاجات حلوة قوي قوي قوي. فحتى هي مامته بعتت لي في العيد صورته، كنت أنا مصورها وكل يوم في الجمعة يجيلي يزورني. الولد ده أنا حبيته قوي وهو حاجة غريبة نفس الشعور. فبقى إيه يعني نتكلم بعض كده من بعيد لحد ما أنا إيه طلعوني بقى خلصت الرعاية ونزلت في الأوضة هنا. لقيته جاي بقى إيه بيخبط عليا. سألت بقى مامته إيه حكايته كده، قلت ده عامل عملية قلب مفتوح عنده 9 أشهر. فكان معرفش حاجة إلهية جذبتني وجذبته ليا، مع الفارق الكبير بينا يعني بني آدم جسد وروح. فأنا منقية الروح أو أميل للروح.